السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا مزيان؟ الامور هانيه هانيه الامور. فيديو جديد نهار جديد. اليوم ميسي ضرب علينا الحطه باش عدو يتسطا. ها انتما خوتي الكومبلي بلاتي. لا صافي خلي داك الشيء، حنا تقجينا ماركه وحنا مجهدين بزاف. صافي ميسي عاد جا مسكين من الخدمه، جا عرض علينا ساميه، تصالحنا مع عاتق واخيرا تم الصلح. عادي والله شي عادي. لا شنو الصلح؟ شنو الصلح؟ هاي راسك. ولكن هذا قال لي خرجت عليك ذاك القلب غبي في هذاك الشيء. لا انا على نيتي، انا شي حاجه سمعتي قالك على نيتك وما ترزق وفكرت ترى خلو كنتي تشوف ما ترزق على نيتك انت تصدعوا المشاكل بحالك كبار. ايوا جينا طالبين راغبين في عاتق يسمح لينا، جاي ضرب عليه الكومبلي وانا قاعد في القفطان، ولكن ما كتبش مره اخرى ان شاء الله. سير السيون سير سير شطيا ابو عزيم واش قسولا ولا خرج بغيتي تكال. انا زوين هنا يا صراحه ومرتاح اخويا. مولف شي مولف شنفيق قول له سالي. صراحه قاعده من بدري هذا الحمد لله. ايوا خويا عاد تسمح لينا والله شي المسامح كريم دار فينا هذه غلط. لا لا ومن الخطا يتعلم الانسان، عمرنا نثق فيك ولكن انا كنوعدك ما غاديش ندوزها لك، اقسم بالله ما غادي. شوفي كعرفتي وجهك ولا زوين ما تنساش. والله كي زرين باش تهضر لي مع نوع لينو باش تعطيه هضره. قال لي قال لي عييت قال لي خلاص عليه عيا بقرا قال لك عيا قال لي عييت يا اخويا الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك اخويا الله يحفظك. حنا جينا نلبس كاع الكوستي ما كتبس الفطار ساعه ما كتبش، خفت نلبس الفطار لا تمارا مسكين عاد جا من التمارا. اي والله يخليه لك اش من تيمره ما نضربوا بها. والله الا قديمه تلبس لي الكوسيم. ايوا ندير شي نهار غير صافي انا مسكنه تكشيطه الكوسيم ونخرج نضربوا دوره في الكورنيش. صافي ماشي يا مسكينه مريضه وجدات لينا الله يخلف عليها الله يحفظها. الله يخلي لها وليدات مسكينه. درت شوف ديسير جوج جات صاحبتي وحده حطي اش دوق. شوف انا عطيك معلقه شوف واش بنين اري الروز درتي غديري شلاطه ديال الروز والطون بلا ما ديريها صاحبتي. علاش؟ صافي نشوف. بسم الله بسم الله زوين صراحه درت مطيشه والحار. ما تغدا هو كاين الغدا كاين العشاء. نحط ليه نحط ليه نحط ليه شي حاجه لا ما تحطش حتى ناكلو مجموعه. تليفونك مضبب علاش؟ بلاتي الدجاجه الاولى هذه ديال الجاره هذه ديال البرمه ما قداتنيش هذه البرمه هذه الاولى هذه الدجاجه الثانيه. والصراحه جبتي انا عزيز عزيز جميل والله انت كتبغي جبتي انا جبتي انا مع هاد العواشر هادي وحنا بالوالدي هادي عندك اختي عندك عندك كيكون. شوفي الدجاجه الثانيه ها الروز اختي عندي الروز عتق اللي بغاه هادي طون عندك الضرا والطون. معليش الضرا كنديرها بطاطا وخيزو ومايونيز والطون. صافي صافي اخوتي وانتم معنا تبعونا تبعكم الخير والبركه. سيتي ما وريتيهم الديسير باطن الزهر باغي وري وري الناس الديسير وريك خويا. ها اختي هاد الديسير ها هو اي 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 ساميه ولات وحده اخرى التفاح والعنب والبنان انا عارف راسك تيبغي البنان ولا البنان. صافي خصنتو كديجو في الطوسي صافي هادشي اللي كاين دابا غنحطو مصر ديال زوينه الدجاجه. لا والله حتى الرز واعر. واش كاين صحاب داك التوصيل الكبير ولا شكون اللي هرسو ليا؟ واش عندك ما داك التوصيل الكبير ديالي؟ كاين عندها واحد التوصيل ديالك. وي دابا نحط لك واحد التوصيل بحال هذا يقد جوج ديال انشوف بحال هذا وقاد الله يجعل البركه. صافي انا طفي ليا خصني نصور الله يجعل البركه. ولا فرحانه عجباته معانا. لا ما نباتش باتي باتي انا غدا عندي المعلم غير يسق ليا الشوفو. لا لا زعما مره اخرى والله هادي ستعشى بعدا وشوف. لا ما جيب لا شارجور لا والو والله انا عندي الشارجور واخا. لا لا راه عندي غدا غارض خاصني نقضيه ودابا كيبان لك. لا لا عندي غارض حتى المره اخرى ان شاء الله. ودابا بغيت تجلسوا مرحبا بكم. لا لا خصك سير جبتي لنا صداع سير اختي اللي جلس عندك تي خاصو العافيه. يا اختي انا مريضه وسط زيديني بالهضره حرام عليك. ساميه يا اختي ها انتي 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 على الحدايقه دار نقيه واخا هكاك دار واعره الصراحه نقيه وعيانه ساميه ولا مريضه ومتبحيت متبعتي الريجيم ضعافيتي ضعافات البنات والله الا ضعافت. دابا نقول لهم شنو كناخذ تيدوزو لقناتي ياك نقولها عندك قولها في قناتك الواحد كناخذ سليم طون واحد كنت متبعه انا هو اللي نقص ليا في الوزن ولكن كنت متبعه انا ما كملتش ما نكذبش عليكم انا بديتو ونقص ليا البوان ولكن ما كملتش. انا كنت كناخذ تبلاح تبلاح هو اللي غلطني تبلاح هو اللي غلطني البنات
منين بدا كيعجبني كناكلو كناكلو بحال السفوف كنشربو مع عاتر. عندك وريه ليهم. انا واخا نوريهم حيت انا البنات كانت عندي المناعه شويه طايحه، انا على وديت المناعه على وديت صحتي باش نكتسبهم، الحمد لله اكتسبتهم ملي كنت كناكل التبلاح. التبلاح البنات كيغلط صافي، ولا نحبسو ولا ناخذ سليبان. شنو تنصحي البنات اللي عندهم الشهيه مشدوده، الناس اللي ضعافين؟ انا غنصحهم بالتبلاح الموريتاني تبارك الله، صراحه التبلاح الموريتاني موثوق به تبارك الله، كيتصايب من صانع ودليل على هادشي هذا، كيخرج خارج المغرب كيتقداوه الناس ما شاء الله، خارج المغرب وداخل المغرب، خارج المغرب قسما بالله. حسناء عتير كلشي كيعرفها، كبير وصغير وكيعرف المنتوج ديالها. وبالنسبه للتبلاح الموريتاني كيحل لك الشهيه، الا كنتي كتعاني من النحافه تبارك الله غتولي وازنه وكيطلع لك فورمه واعره بزاف يعني امينه. كنت كنقول يا ريت كنت كنعرف التبلاح الموريتاني قبل، كنشوف امينه كيفاش كانت ضعيفه وكلاتو كيفاش تبارك الله وداوات من فقر الدم. التبلاح كيداوي من فقر الدم. جيبي لنا مسامير القرعه، شحال من قرعه عند هادي. واعي عباد الله، واعي عباد الله، هادشي كامل هادشي كامل. شوفوا البنات راه باديه فيه، حيدو من تما مشيت للماكله. لا 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 وو هرستيها نارين هادي يا صاحبتي. هادي كانت عندي الحرقه في المعده، ولا كانت عندي سميتو قولوا العصابي، كان عندي تسميه وكليتها حمدت ربي وشكرت كنت كنموت. دوزي عندي دوزي عندي نعطيك نعطيك ديالي. لا لا غادي ندوي موضوع عليها صافي صافي ما مكتاباش. هكا واحد النهار تبينت المتتبعين ويتهرس لي خالد زرق. بالنسبه لهذا البنات هذا ديال عاتق، هذه ديال عاتق ديال الرجال. يلا خداها مازال ما كلاهاش، منين شافني صحاحيت وكناكلها وداقة عجباته قال لي ساميه ضم. ولكن كان كياكل وحده قبل، كان كياكل وحده قبل شي منين غلط حبسها. هي ديال عاتق، هذه هي ديال عاتق. يلا اختها يلا غياكلها، وكان كياكل والمذاق بنين، وكان كياكلها قبل غتشوفوا عاتق تبارك الله راه دار الحنيكات وكتاف لاحظوا في عاتق مزيان. هو كيقول كياكلها كل نهار تبارك الله غيتزاد دغيا وما كيداومهاش. حتى كنفكروا انايا عاد كياكلها الا تفكرت. ايوا صافي البنات، وهادو هادو ثلاثه دياولي شغنقول لكم صراحه واعر بزاف، كنصحكم به الناس اللي باغا تغلط. كنقول انا نقول لهم صراحه بالنسبه للمراه اللي كتكون ضعيفه كتولي معيوره، ونقول لك صراحه وسمحوا لي انا اللي كيعود كي دايره. اللهم يقول لك غلايده مشحمل ما عرفتش شنو كتاكل، حتى ديري الريجيم غتضعفي. ولا غيقولوا لك ويلكي معظمه انا اللي مسكينه كتقطع القلب. لا اختي هذيك الكلمه ما نسمحهاش لنفسي نقولها، نوضي انت ما تعكزيش راه رخيصه يعني ماشي شي حاجه غاليه. وغنزيد لك حبيبه ديالي بالنسبه للتبلاح الموريتاني واعر مصمم عليه مليون والالاف والملاير بصمه واعر واعر واعر. وريم خالد زرق، وخالد زرق هذا كيقوي المناعه، هذا اختي هو سلاليا. انا كناكلو نقول لكم علاش. اول حاجه كنوض انا سخفانه، كنوض سخفانه منين كنوض في الصباح كنشرب كنديرو اما ديري شي حاجه سائله، اما في الحليب اما في الماء اما شي حاجه سائله كنفضلو الماء من الاحسن. كندير معلقه كنشربو كتولي عندي الطاقه، ما بقاتش تجيني دوخه، ما بقاتش كتجيني سخفه، كيقوي المناعه وكيكبر لك العضله. هذا كيكبر لك العضله يعني فهمتي، كتولي واعره. ما كيغلطكش البنات، ما كيغلطك، كيدير لك السوفل وكيعطيك الطاقه، وحتى الناس اللي كتكون عندهم هشاشه العظام وكيصلح حتى للناس صحاب السكري، صحاب السكري وكيصلح حتى للناس اللي كيمشيو للاصال. هذا وريما داك خالد مسكين داك اللي تهرس بقى فيا. شوفوا شحال من قرعه، شحال من قرعه يا اختي. دابا سميعة تفكرت دير الريجيم. البنات اقسم بالله العلي العظيم، ماشي زعما كنهضر معكم ولا تقولوا اشهار، اللي باغا تغلط اللي باغا تزيد في الوزن اللي باغا تكتسب المناعه واللي باغا تحارب القول العصبي وفقر الدم، عليكم بهذه المنتجات ديال الدكتوره حسناء اثير راه المعجزه. عمرك عمرك تنقصي من راسك ولا يخليك شي حد تنقصي منك. شوفي بغيتي تغلاطي تتوزني 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو، بغيتي تزيدي كتكتسبي الوزن ما بين 5 كيلو حتى 14 كيلو في 15 يوم، وكتغلاضي وخا ملي كتقطعيها ما كتضعفيش، حيت شي حاجه افيكاس شي حاجه واعره. غنخلي لكم النمره، انا نهضت لك هذاك الشيء قبل ما يتهرس. راه راه غندي حقه وحده الايمان، سمعتيني؟ غندي وحده الايمان وحده الامينه. ديرها حيت صافي نحبسها كل الغلطات يا صاحبتي. دابا انا ما وليت بزز باش نضعف، دابا خديت سليمطون باش تساعدني شد لي الشهيه، عرفتي فتحات لي الشهيه. لا كتفتح كتفتح، خطيره خطيره. كناكل جوج فطور حتى الغداوات كندور كناكل صاحبتي. شوف هي ما كديرش لك الشحمه، كدير لك كتله عضليه وما كديرش لك الكرش، وكاين خارج خارج المغرب وداخل المغرب في التواصل البنات اللي بغي اللي بغيتو تكومونديوها. صراحه راه زوينه يا البنات، ننصحكم بها، وكاينه حتى ديال الرجال والدراري الصغار. التليفون مغوش اويلي والله الله على ساميه البنات، صراحه كبرت بينا، الله يجعل ربي يكبر بها. شوفوا البنات يونس كي جاك الطيب ديال ساميه، طيب طيب يونس كيعجبو الدجاج يكون طايب زبده.
يونس راه ما مغديش، ما ديوش لي على ما كلتو بحال هكا. راه ما مغديش البنات، راه منين خرج من الخدمه الصباح فطرنا درنا مسمن واتاي وخرج يلاه جا ما تغداش. شي كتضحك عليه ما عليك يعني. لا ما تغداش عادي ياكل عادي راه دارو هادي. مرحبا بي. مرحبا بي. الله يجزاك بالخير. قسما بالله انا ما عنديش مشكل، ياكل ما شبعتوش نزيدكم. وقلت لك ديري غير الدجاجه ما كتسمعيش اصاحبتي. قولوا انا درتهم على وديتكم جوج دجاجات. الله يكبر بك اختي. سامية الدار الكبيرة هي وعاتق صراحة. بقاو جا الغدا تسخنوا وتغداو بهم. صراحة ما فينا لا شي كي لا ميكي. ماكلة اختي هذه ما تواضع لله رفعها، علاش حنا غنتكبروا على النعمة ديال الله؟ صراحة. يونس تبارك الله كلا دجاجة غا بوحدو. علاش؟ كل يونس الخبز. قال لك لا لا قال لك عيد شنو قلتي يونس؟ قلتي لي قبيلات هذا العواش هذو كيمرضوا فيهم الناس. هاد العواشر كيمرضوا فيهم الناس. شوفي وسيم شوف لي الطروب انا. الدواء ديالهم من عند جوج جوجات والروز. يا ساميه كتجمع وما كلاتش البنات. والله ما كلات ساميه كاع. اول مره غنشوف ساميه جلست معانا وما كلاتش. ضعفيتي انت من وجهك ضعفيتي اصلا الوجه كيبان كيبدا فيه الضعف هو الاولاني. ها انتم اخوتي شور تبارك الله راه كلينه وشاط الخير. قلت لها حطي غير الدجاجه ما كتسمعش ضي ما كتسمع. والدجاج طايب زبده صراحه والله ما كلتها بنينه بنينه بزاف صراحه. راه في الروز رجعنا يا خويا. تبارك الله كليتي دجاجه يونس غير بوحديتك ياك. ساميه قال لك كلا فريريج غير بوحديتو حيت جاه رطب ما تغداش. لا بصح حيت طيبتو شحال هو كيطيب. زبده يا ما تقوليش اصاحبتي. واش انا الصدر عمرو كان الصدر بحال هكا الصدر تيكون قاصح تيوحل. واش الصدر يا صاحبتي زبده؟ ولكن هذا كيطيب من الخمسه ما كيطيبش. زال الصدر هذا اللي تصور. والبنات ما مكثراتش فيه الملح العطريه بزاف اللي قام الصراحه جابني. قلتي لي ما كنبغيش الملحه ما كنبغيش الماء على ودي تا رجليا ما كثرتش كاع. واسي ما قال لي بوس فيه جابت الديس جابت البنان على وديت يونس حيت يونس عزيز عليه البنان. عاطي خليه جاب البنان وكل يونس الغداء الغدار توحل لي في ركابي زين. لا اكل كول راه مزيان الطعام بقاو تعطيو الطعام عطيو الطعام عطيو الطعام. جبدني غا انا وما جبدتكش هادي كاع. انا هضرت عليك هضرت عليك السيده اللي كانت سولاتني سمعتي كانت سولاتني واحد السيده في اللايف وانا نرد عليها صافي. هذا هو اللي اثر فيكم نتوما كاملين. ما كاين حتى شي ما عمري سبيت حاجه ما كاين. قلت لي انا طق 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 ما قال لك حتى حاجه خايبه. انا ما هضرتش انا ما سميتش وما الكومونتيرات الخايبه ويلي ويلي ولا صافي. دابا بنادم غير بقى يبقاو يكتبوا في الكومونتيرات اللهم خلنا نبدلوا الموضوع. المهم المتبعين ديالنا هاد البنانه دابا خويا ولكن قالت لي بحال هكا شهدر قالت لي بحال دايره لي كوش. يلا اخواتي نقول لكم انا بالسلامه عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد. مع السلامه. الله يخلف عليها والله يسهل عليها والله نردوا لها ان شاء الله في ساعه الخير. عطاتو لي ساميه قالت لي ديه غنعلقو في الصاله. شكرا ليها بزاف. ها انت اختي ها هي اللوحه اللي عطاتنا شتيها. ها هي كملتها هي عندي هنا كملتها وهنا غنقول لكم بالسلامه عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.